التنزه ممتع معكما يا جدي ويا جدتي. نعم، لديكما ذكريات في أماكن متعددة وكثير من الحكايات. وجدتكما بارعة في حكاياتها. انظر، أعتقد أن لديها العطر الذي يفضله سعد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نوع من العطور تريد؟ هذا من فضلك. ولكنني لم أرى أبي يستخدم هذا العطر من قبل. سنخبرك فيما بعد. كيف حالك يا أم جميل؟ هل صحتك أفضل؟ الحمد لله، أتابع مع الطبيب من وقت لآخر. شكرا جزيلا، تفضلي. ولكن هذا المبلغ كبير أعلم أعلم، شكرا لك. أطال الله في عمرك وبارك في صحتك. ما الأمر يا جدي؟ لقد أعطيت البائعة نقودا أكثر من ثمن العطر. وأنا متأكدة أن أبي لم يستخدم هذا العطر من قبل. هذه المرأة تعمل وتتعب ولا تتسول رغم أنها فقيرة ومريضة، ونحن بهذه الصدقة نساعدها. لم يتصدق جدك عليها بالمال فقط، بل بابتسامة في وجهها أيضا، وبالكلام الطيب الذي قاله لها، ومعاملته لها معاملة حسنة. وهل تجوز الصدقة على الأخت يا جدتي؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن فواز يتصدق علي منذ وقت طويل، فهو دائما يبتسم في وجهي ويعاملني بلطف. سلوك رائع يا فواز، وهذا العطر هدية لك، هدية وليست صدقة. أتعرفين يا أمي، أنا أحب هذا الفستان جدا. إنه الفستان الذي اشتريته العيد الماضي، أليس كذلك؟ أجل، إنه جميل بالفعل يا ابنتي. غدا لدي حفلة للإنشاد في المدرسة وعندي فكرة عظيمة. أخبريني بفكرتك هذه بعد أن أرى من الطارق. عندما أرتدي هذا الفستان سأكون أكثر الفتيات أناقة في الحفل. مرحبا يا أم حنان، ومرحبا بصغيرتي الحلوة. أهلا بك جارتي مريم. كنت أشتري بعض الملابس لحنان، فطلبت مني أن أحضرها لنورة. أستأذنك بقاءها لبعض الوقت، أما أنا فسوف أذهب لموعد الطبيب وأعود بعد قليل. على الرحب والسعة. ما رأيك في هذا الفستان؟ سأحضر به حفلة الغد. أتعلمين؟ أنا أيضاً اشتريت هذا الفستان الآن، وأفكر في أن أرتديه غداً في حفل الإنشاد. ما رأيك؟ إنه جميل فعلا، أجمل من فستاني. كنت أريد أن أكون أكثر فتاة مميزة، ولكن يبدو أن حنان ستكون أجمل مني.
كيف سأتصرف الآن؟ نورا، انتبهي لأخيك حتى أحضر لكم بعض العصير. فرصتي في التميز تضيع وتزيد مسؤولياتي في نفس الوقت، ولكن لا أعتقد أنه فستان يليق بهذه الحفلة. تستطيعين ارتداء فستان آخر. ولكنني أراه مناسبا. كما تريدين، إنه رأيي فقط. أنا عصير. ياسر، أتريد بعض العصير؟ تفضل. يا إلهي، كيف تعطين الكوب لأخيك؟ كان سيسكب العصير على فستان حنان. إنه الفستان الذي سأحضر به الحفلة. الحمد لله أن الفستان الذي كنت تنوين الحضور به يا نورة ليس هنا، وإلا كانت الكارثة ستصبح كارثتين. كم أنت طيبة يا حنان. ولكن ألا تعلمان أن الفساتين ممنوعة في حفل الغد؟ ستحضرون جميعا بالزي المدرسي. ماذا؟ نعم، تلك هي الأنظمة. أعتقد أنك تعرفين خطأك. آسفة يا أمي، ولكنه خطأ صغير. ليس من الأخلاق أن تشعري بالضجر وتنوين إيذاء صديقتك فقط لأن لديها فستان أجمل من فستانك. وأخيراً، لم تقومي بمسؤوليتك تجاه أخيك الصغير. إذا لم نمتنع عن خطأ واحد يا صغيرتي، فسنقع بعد ذلك في أخطاء عديدة، وهذا ليس من حسن الأخلاق أبداً. وأنا أريد لابنتي أن تكون حسنة الأخلاق كما عودتيني دائماً يا صغيرتي الحلوة. أعتذر يا أمي. عصير عصير عصير. وأنت يا ياسر، سأحضر لك بعض العصير، ولكن في كوبك الخاص هذه المرة. رائحة الطعام الذي أعددتيه يا أمي يجعلني أشعر بالجوع. بالتأكيد، فأمك تمتلك موهبة نادرة في المطبخ. لقد اشتقت لجدي وجدتي كثيرا. أبي، هذا الطريق ليس الطريق المؤدي إلى منزل جدي. نعم، أعلم ذلك. سوف نذهب أولا لأداء مهمة سريعة. ولكن سوف يصبح الأكل باردا عندما نصل لجدتي. هذا الطعام ليس لجدتك، إنها المهمة التي يتحدث عنها والدك. هيا يا نورة، رافقيني وأحضري القدر الصغير. وهل سنعطي لهم هذا الطعام يا أمي؟ صبراً يا نورة، ستفهمين بعد قليل. أم فواز، أهلاً ومرحباً، تفضلوا بالدخول. شكراً يا خالة، نحن في عجلة من أمرنا. لقد أعددت لك هذا الطعام حتى تعطيني رأيك ونصيحتك في الطبخ. جزاك الله خيراً يا أم فواز، وبارك لك في أولادك. بعد هذه الرائحة الرائعة للطعام، لا أعتقد أنك تنتظرين مني نصيحة. سلمت يداك. في رعاية الله. من هذه المرأة؟ ولماذا أعطيناها الطعام؟ هذه امرأة تعيش وحدها، ولا يوجد من يعتني بها، ولذلك خصصت أنا وكل صديقاتي يوماً لنقوم بإعداد الطعام الساخن لها. هذا هو الإحسان. أما القدر الثاني فهو طبق جانبي ليكون الإحسان أجود وأفضل. حسناً، في
في المرة القادمة يا أمي سأهتم أنا بتحضير الحلوى للسيدة العجوز، فأنا أرغب في أن أشارككما الإحسان. آها، أما أنا فسأهتم بحمل هذا الصغير بيدي في كل مرة. هيا يا بنات لتأخذنا قسطا من الراحة وتشربنا هذا العصير الطازج. أمي، أين الكوب الخاص بي؟ لا يوجد كوب مختلف عن الآخر، خذي أي كوب منهما. خالتي، نحن نشعر بالملل، أليست لديك فكرة للعب؟ فكرة. أها، ما رأيكن بلعبة قفز الحبل؟ وسوف أقوم أنا بالتحكيم، سوف تبدأن في وقت واحد والتي تستمر للنهاية وحدها تفوز. إنها حقا فكرة رائعة، لقد تدربت في السابق كثيرا على قفز الحبل وأظن أنني سوف أفوز في هذه المسابقة. ها هو الحبل، سوف نقوم بتعديل بسيط يا أمي. حنان لها محاولة وأنا لي اثنتين. لماذا يا نورة؟ لأنني صاحبة المنزل وهناك احتمال أن أخسر، كيف أسمح بحدوث هذا ونحن نلعب في منزلي والأفضلية لي أنا؟ وهل هذا حقيقي؟ هذا ليس صحيحا، فطالما ستحدث منافسة فلا بد أن يتساوى الجميع في الفرص، وليست هناك أفضلية لمتسابقة على أخرى لأي سبب. والآن هيا استعدوا لتبدأ. 1 2 3. أنتما الاثنتان تجيدان اللعب. ها قد ربحت دون أن تكون لك أفضلية لأنك في منزلك. لقد ربحت بمجهودك لأنك فقط تستحقين. أوه، لقد نسيت شيئاً، هل تسمح لي بالذهاب لجدتي قليلاً يا أبي؟ حسناً، لا تتأخري. سأعود حالاً. جدتي، لقد نسيت أن تعطيني الحلوى التي وعدتني بها. نعم صحيح، لقد نسيتها. ها هي، تفضلي، 4 ألواح من الحلوى، شاركيها بالتساوي مع إخوتك. حسناً يا جدتي، سأفعل، شكراً لك، إلى اللقاء. فواز، انظر ماذا أعطتني الجدة لك. ها؟ ماذا يوجد بداخل الكيس؟ حلوى لذيذة، سأقتسمها بالتساوي معك، لكن ليس الآن، بعد أن تنهي المذاكرة ستكون الحلوى كمكافأة. نورة يا ابنتي تعالي وساعديني. سأذهب الآن. هل أنت مستعد يا بني لاختبار الغد؟ نعم يا أبي، ذاكرت طوال وقت زيارتكما لبيت جدي. كان جداك يرغبان في رؤيتك. آها، سأعوض هذه الزيارة بمشيئة الله. أوه، الحلوى. حسناً، ها هي حلوى جدتي اللذيذة. هذه لك يا فواز، وهذه لك يا ياسر، وهذه لي أنا.
بقيت واحدة، سأقتسمها بالتساوي بيننا. ليس عدلا تقسيمك يا نورة، قالت لك جدتك أن توزع الحلوى على إخوتك بالتساوي. لا مشكلة، سوف أقتسمها مع والدتك بالتساوي. ما أجمله طفل يحبو مع إخوته يلعب يلهو. لا 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 نورة يا صغيرتي، لا يصح ذلك. لماذا يا أمي؟ نحن نغني ونلعب. من آداب الزيارة ألا ترفعي صوتك في منزل من تزورينه. حسناً، سنلعب في هدوء. أحسنت يا ابنتي، شكراً جزيلاً. أم فواز، ابنتك وليست غريبة. بالطبع يا أمي، في الشهور الأخيرة أصبحت متعبة بعض الشيء. لا عليك، كلنا بجوارك وسأساعدك أنا وأم فواز، وسنبدأ حالا. يا حبيبتي، من آداب الزيارة عدم العبث بمحتويات البيت والتطفل على ما هو موجود بداخله. سأعيد الصندوق إلى مكانه. أشكركم على زيارتكم الكريمة، أتمنى أن تقوموا بتكرارها. سوف أتصل بك لتحديد موعد الزيارة القادمة. لماذا لا تأتين لها دون موعد يا جدتي؟ أليست صديقتك؟ لأن جدتك تعرف آداب الزيارة جيدة، فهي تخبر من ستزوره برغبتها في ذلك، لا أن تأتي له فجأة. أشكرك يا جدتي، أنا سعيدة بهذه الزيارة لأنني تعلمت فيها الكثير من الأشياء المفيدة. وأنا سعيدة لرؤيتك يا نورة. كانت عاصفة كبيرة. للأسف لم تعد الحديقة تصلح لإقامة سباق الدراجات الذي كنت سأقوم بتحكيمه. إذا كانت فرصة اللعب قد ضاعت، فإن هناك فرصة لنفعل أمراً أفضل. ما رأيكم أن نتطوع وأن نقوم بتنظيف الحديقة؟ وننقسم إلى فريقين، وبدلاً من التنافس في اللعب نتنافس في العمل. ما هذا؟ إنه جدي. لم أكن أعلم أنك قادم لزيارتنا. في الواقع أنا قادم لزيارة صديق لي يسكن في دار المسنين، إنه مريض بعض الشيء وقد أتيت للاطمئنان عليه. فواز انظر. لا بأس، لازالت أمامنا فرصة لنقوم بعمل رائع إذا سمح لنا جدي. شكرا جزيلا لكم، زيارتكم هذه أسعدتني جدا وأدخلت على قلبي البهجة والسرور. هذا أقل شيء نفعله في خدمة مجتمعنا وأفراده. الآن لدينا شيء نفعله، هل أنتم مستعدون يا أصدقائي؟ بالطبع. ما فعلناه بالأمس
يجعلني أشعر بالفخر. أنا أيضا فخور بكم وبالعمل التطوعي الرائع الذي قمتم به، لذا ما رأيكم أن نقوم كل شهر بعمل تطوعي جديد؟ العمل التطوعي بذرة نقاء نساعد به المجتمع ونرتقي به. كم أنا فخور بكم يا أبنائي. ما الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ تبدأ الجملة الاسمية باسم والجملة الفعلية تبدأ بفعل. أحسنتِ. لقد مللت من مذاكرة اللغة العربية يا أمي، التاريخ أكثر إمتاعاً. لا بأس يا نورة، خذي استراحة، ولكن انتبهي، كل المواد مهمة، اللغة العربية والتاريخ والعلوم والرياضيات كلها جيدة ومفيدة، لكن التاريخ به قصص ممتعة. بالتأكيد، ولكن عندما تدرسين اللغة العربية مثلاً ستعرفين معاني الكلمات، والعلوم بها معلومات مدهشة، والرياضيات كذلك تدفع العقل كي يعمل بكل قوته. ألا يمكن أن أحب مادة أكثر من أخرى؟ لا بأس طبعاً، فلكل منا ميول وهوايات وقدرات تختلف عن الآخر، لكن يجب أن يكون لدينا معلومات عامة عن كل شيء. حسناً يا أمي، هل أذهب لأستريح الآن؟ نعم يا حبيبتي، خذ استراحة ثم عودي إلي. أبي، هل يمكن أن أستعير كتاباً من مكتبتك؟ بالطبع، هذا يسعدني، ولكن أعيديه إلى مكانه عندما تنتهين. بالطبع، شكراً يا أبي. ما هذه الجملة الغريبة؟ وما معناها؟ أبي مشغول في عمله، سوف أسأل أمي. كنت أقرأ في كتاب التاريخ هذا، ثم استوقفتني جملة لم أفهم معناها. ما هي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو مؤسس التقويم الهجري، وفي عهده بلغ الإسلام مبلغا عظيما. ألا تعني مبلغا عظيما؟ أي مبلغا كبيرا من المال؟ بل تعني هنا أن شأن الإسلام قد ارتفع في عهده، وأصبحت دولة الإسلام قوية. أرأيتِ يا صغيرتي؟ احتجنا إلى اللغة العربية كي نفهم معنى الجملة. ألم أقل لكِ إنها مهمة حتى لدراسة التاريخ وغيره من المواد؟ نعم يا أمي، معكِ حق. لغتنا العربية قد شرفها الله بإنزال القرآن الكريم بها، وحبنا لها من صميم حبنا لديننا وعقيدتنا. أعدك أن أهتم بمذاكرتها أكثر، ومنذ الآن سأعيد كتاب التاريخ لمكتبة أبي وأعود فوراً. حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، عليه الصلاة والسلام أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، رواه البخاري ومسلم. ما أكثر المظلومين في زماننا، قد يرى الناس شخصاً يمارس ظلمه على المستضعفين أمامهم، ولكن لا يتحرك أحد لنصرتهم ولو بأبسط السبل، ولذلك تضيع الكثير من الحقوق. ماذا تعني بأبسط السبل يا أبي؟ النصرة باللسان، أو النصح والتوجيه، أو كف الأذى. لقد اخطأت أنت، ألا ترى الطريق أمامك؟
لقد أخطأت. لم أخطئ أنا. لقد أخطأ. أنت المخطئ. أنت المخطئ لأنك تسير بسرعة قوية وعلى مسافة قريبة من سيارتي وتضرب بقواعد المرور عرض الحائط. أعلم أني مخطئ ولكني متعجل لأمر مهم. هيا افسح لي الطريق. انتظر لحظة من فضلك. ما الأمر؟ لن تتحرك من مكانك حتى يأخذ كل ذي حق حقه. وما شأنك أنت؟ لن أرى شخصا يتعرض للظلم وأقف مكتوف اليدين. اهتم بشؤونك الخاصة فقط ولا تتدخل في شؤون غيرك. أين الولد الذي اتصل بنا؟ أنا يا سيدي، فقد طلب والدي أن أتصل بكم لنصرة الرجل المظلوم. أعطني إثباتك. نشكرك على حسن تصرفك يا بني. هذا واجب وطني في الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات النظامية. أحسنت يا فواز. عادات وتقاليد. الإنتاج الزراعي بالمملكة. سوف نتحدث اليوم عن أهم المحاصيل الزراعية في السعودية. كل واحد منكم سيخبرني بمنتج يعرف أن المملكة تتميز به، وأنا أيضا لدي ما أخبركم به. بدر، أخبرني، ما هذا الذي أعطيتك إياه؟ إنه تمر يا أستاذ صالح. لذيذ. بالضبط، والسعودية تشتهر بإنتاج أجود أنواع التمور على مستوى العالم. إنه رائع ولذيذ. لقد انتهيت من الأولى، أريد المزيد. قبل أن نطلب من الأستاذ المزيد، يجب أن نشكره على طريقته الرائعة في إيصال المعلومة لنا، وأيضا نشكره على هذا التمر اللذيذ. شكرا يا أستاذ صالح. شكرا يا أستاذ صالح. شكرا لك أنت يا فواز وللتلاميذ على شكركم لي. شكرا 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 يا أستاذ صالح. لقد نويت يا أمي أن أصوم غداً وأن أشاركك وأشارك أبي صيام أيام الاثنين والخميس حتى أتدرب على الصيام في شهر رمضان. رائع يا نورة. فواز أيضاً سيصوم غداً. الصيام له فوائد كثيرة، فهو يساعدنا على ضبط النفس والتقرب إلى الله. أعرف، لقد قرأت في الإنترنت عن فوائد الصيام التي لا تعد ولا تحصى. أحسنت يا ابنتي. يا لها من رائحة جميلة، يبدو أن أمي قد أعدت الطعام. لقد نسيت أنني صائمة. الطعام جاهز وننتظر رفع أذان المغرب. أريد أن أشرب قليلاً من الماء، لم أعد أستطيع تحمل العطش. قد تحملت الكثير ولم يتبقى سوى القليل، فلتصبري، الوقت المتبقي على رفع الأذان قليل جداً، فإذا تحملت وصبرت ستكونين قد أنجزت مهمتك بنجاح. وكما تحدثنا اليوم عن فوائد الصيام، فهذه إحدى فوائده، إنه يعلمنا الصبر.
نعم، وقد أمرنا الله بالصبر وأثنى على الصابرين. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم تقبل صيامنا. آمين. هل تشعرين بالسعادة الآن يا نورة؟ نعم يا أبي، هذه هي عاقبة الصبر دائما، فمن يصبر يكافئه الله في النهاية بالراحة والسعادة. وتذكروا أن هناك حكمة تقول إذا كان الصبر مرا فعاقبته حلوة. حلوة. إن أبي مجد بحق، أليس كذلك يا ياسر؟ أبي. إنه يعتني دائماً بالحديقة ويفعل ذلك وحده. ولكن لماذا أتركه وحده؟ أليس من واجبي أن أساعده؟ أمي، هل يمكن أن أخرج وأن أساعد أبي في عمله في الحديقة؟ لا مانع، اذهب. شكراً. ياسر يريد الخروج معك، يمكنك اصطحابه. حسناً، تعال أيها الصغير المشاكس. لا تقلقي يا أمي، يمكنك أن تجلس هنا وأن تلعب بسيارتك المفضلة. أما أنا فسأبحث عن أدوات يمكنني أن أستخدمها لمساعدة أبي. أين سأجدها؟ أبي، هل يمكن أن أساعدك يا أبي؟ يمكنك بالطبع، ولكن الأمر صعب ويحتاج تدريبا. وأنت قدوتي يا أبي، ولا بد أن أتعلم منك. حسنا يا فواز، أول شيء ينبغي علينا فعله هو أن ياسر. ياسر، يا إلهي، ماذا فعلت يا ياسر؟ بل ماذا فعلت أنت يا فواز؟ كان المفترض أن تنتبه لأخيك طالما اصطحبته معك. كنت تتحدث معي عن القدوة وأنك تحب تقليدي لأنك تعتبرني قدوة لك. أنت أيضا قدوة لأخيك الصغير، وسيقلدك فيما يراك تفعله، فينبغي أن تنتبه لما تفعله أمامه. شكرا على النصيحة يا أبي، والآن بما أنني قدوة وبما أن العمل في الحديقة مع وجود ياسر قد يعرضه للخطر، سأجعل ياسر يراني وأنا أساعد أمي حتى يقوم بتقليدي، فالعمل في المنزل أقل خطرا. أمي، هل تحتاجين لأي مساعدة؟ حان موعد أكل فطيرتي اللذيذة. بسم الله. مرحبا سامي. أعطني الطعام. انتظر، لماذا تأخذ منه الطعام؟ ماذا؟ لماذا أخذت الطعام من بدر؟ لقد نسيت طعامي في المنزل، فبحثت عن طريقة أحصل بها على الطعام. وإذا كنت قد نسيت طعامك، ليس لك حق في أكل طعام بدر. بل سآكله. هناك طريقة أخرى سوف تجعلك تحصل على الطعام. لا أفهم، ماذا تقصد؟ شكراً يا صديقي. والآن سنقتسم طعامي معاً، ما رأيك في هذه الفكرة؟
فكرة جيدة، ما دمت سأحصل على الطعام. وستحصل أيضاً على محبة أصدقائك. وتأكد يا سامي أن القوة في القلب وليست في الجسد. هل تريان هذه المجموعة من الأصي؟ ها؟ نعم، ماذا ستفعل بها يا جدي؟ اليوم الوطني قد اقترب، وأريد أن أصنع مجموعة من أعلام المملكة لأوزعها على الأطفال أثناء الاحتفال. أوه، وما هذا الدالو؟ إنه ممتلئ بحليب الماعز، وستصنع لنا جدتكما من هذا الحليب جبنا لذيذا رائع. سنلعب بهذه الأشياء لعبة تعتمد على الذكاء، وهي أن تقوما بإدخال هذه الأغراض للداخل. هل تفهم؟ أين اللعبة في هذا؟ لا، لم أنهي كلامي بعد. أريد أن تكتشفا طريقة تستطيعان بها إدخال هذه الأشياء جميعا إلى البيت مرة واحدة. أوه، مرة واحدة؟ كيف؟ هذه هي اللعبة، ودون أن تتركا عصا واحدة أو تسكبا نقطة حليب واحدة. أعرف الطريقة يا جدي. دعنا نرى إذن، هل تعرف نورة الطريقة أيضا أم لا؟ أوه، لا فائدة، لا أستطيع إدخال الأشياء مرة واحدة. هناك طريقة ما، تعالي. سنستعمل هذه العصي كوسيلة للمساعدة. سأعد إلى ثلاثة ثم نرفع سوية. واحد، اثنان، ثلاثة. أحسنتما. هيا 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 بنا يا نورة، هيا. عمل رائع، فكرة ذكية يا فواز. أدركت من البداية أننا لو عملنا منفصلين أنا ونورة فلن ننجح في التحدي الذي وضعته لنا يا جدي، ولذا كان لابد أن نعمل معا. كلام رائع، أريد أن أعرف الآن ماذا تعلمتما من هذه التجربة؟ التعاون. أحسنت يا نورة، ولأنكما نجحتما في الاختبار ستكونان أول من أهديهما أعلام الاحتفال. شكرا يا جدي. ما زال أمامنا الكثير لنصل لقرية صديقك يا جدي؟ لا، لقد اقتربنا. هل أنت متحمس؟ بالطبع، أريد أن أتعرف إلى صديقك، ولكن هناك أمر آخر يشغلني. ها؟ وما هو؟ نحن الآن على ما أعتقد يا جدي في وسط الصحراء، فهل يمكن لأحد أن يعيش في مثل هذا المكان؟ وأين كان يعيش أجداد أجدادك يا فواز؟ ألم يكونوا في الصحراء؟ ها؟ لا توجد أي تغطية لشبكة الاتصالات هنا يا جدي. لا يحتاج أحد تغطية الشبكة هنا يا فواز. ها قد وصلنا. وها هو صديقي نايف في انتظارنا. نايف،
زيارة كنت أنتظرها منذ وقت طويل يا أبا سعد. ها قد حضرنا، في المرة القادمة سننتظرك في مدينتنا. لقد حدثني جدي عنك كثيرا يا عم نايف، أخبرني أنكم أصدقاء منذ زمن طويل. نعم نعم، فأنا أعرف والدك منذ أن كان في عمرك أنت الآن. ولكن الحياة هنا ليست كالحياة في المدن الكبيرة، أعتقد أنها في غاية الصعوبة، فأبسط الأشياء الأساسية ليست موجودة هنا. مثل ماذا يا فواز؟ شبكة الجوال، سوق لشراء الأغراض، مطعم للمأكولات السريعة. بصراحة أعتقد أن الحياة في المدينة تجعل الشخص يحب وطنه أكثر من الحياة في مثل هذه الظروف الصعبة. تعال معي يا فواز. هذه الصحراء فيها الواحات الجميلة وفيها أيضا الرمال المتحركة، فهل هي جيدة أم سيئة؟ وجود الواحات أمر جيد، ووجود الرمال المتحركة أمر خطير وبالطبع سيء. والحياة في المدينة، هل تجعلها وسائل الترفيه والراحة جيدة أم يجعلها الازدحام والضوضاء والتلوث سيئة أيضا؟ نفس الأمر، شيء جيد وآخر سيء. ما يقصده نايف هو أن الوطن ليس مجرد المكان الذي نعيش فيه، وليس شرطا كي نحبه أن نستفيد منه. الانتماء للوطن يعني أن نحبه دون أن ننتظر مقابلا لهذا الحب. وهذه القرية يا فواز كانت حصنا منيعا ضد كثير من أعداء الوطن الذين أرادوا به سوءا، وقد قاتل جدي أولئك الأعداء على هذه الأرض واستشهد فيها، وهذا سبب كاف ليعتز بقريتي وأحبها. آه لقد فهمت، شكرا يا عم نايف، شكرا يا جدي، أنتما رموز مشرفة للوطن. تعال معي الآن لأريك الواحة التي كنت ألهو بجوارها مع جدك قديما. ماذا بك يا نورة؟ لما يبدو عليك الحزن هكذا؟ لقد فعلت أمرا خاطئا يا فواز. يا إلهي، ماذا فعلت يا نورة؟ لقد خالفت أوامر أمي، وأخشى غضبها هي وأبي. ماذا حدث بالضبط؟ أخبريني. أمي رتبت حجرتي قبل خروجها مع أبي، وطلبت مني الاهتمام بدراستي، لكني بدلا من ذلك انشغلت بلعبتي الجديدة. ثم؟ كنت أنوي اللعب بها قليلا ثم أذاكر، لكن الحماسة أخذتني فمضى الوقت دون أن أذاكر. وليس هذا فحسب. وماذا أيضا؟ لقد أفسدت ترتيب الحجرة أيضا، ولم يعد هناك وقت قبل عودة أمي وأبي لأصلح أي شيء. لقد أخطأت بالفعل يا نورة، ووالداي سيعودان قريبا، لكن... لكن ماذا؟ ربما لا يزال بيدنا شيء نفعله. السلام عليكم. نورة، فواز، أين أنتما؟ وعليكم السلام. أريد أن أعتذر إليك يا أمي. لماذا يا حبيبتي؟ لقد عصيت أوامرك وتركت المذاكرة وانهمكت في اللعب، بل وأفسدت ترتيب الغرفة التي تعبت أنت في ترتيبها. لكننا تداركنا كل شيء في النهاية. ماذا تعني؟
عندما أدركت خطائي شكوت إلى فواز، فقام ليساعدني واهتم هو بترتيب الحجرة وقمت أنا بالمذاكرة. حسناً جداً، هذا رائع. كنت في غاية الحزن لأنني لم أسمع كلامك يا أمي. لا بأس يا حبيبتي، كلنا نخطئ، المهم ألا نكرر أخطاءنا. ولكن بقي يا نورة شيء آخر لتفعليه. وما هو؟ يجب أن تشكري أخاك على ما فعله لك من مساعدة وتوجيه. شكرا لك يا أخي، لأنك دائما تساعدني عند وقوعي بالأخطاء. هذا واجبي يا أجمل أخت. نعم نعم، هؤلاء هم أبنائي. أين الكرة؟ ها هي، هيا ننقسم لفريقين ونبدأ باللعب. وأين ستلعبون؟ هنا في هذه المساحة الخضراء الواسعة. ولكن اللعب ممنوع هنا. ولماذا ممنوع؟ هل هو منزلكم يا أستاذ ناصر؟ ليس منزلا لأحد، وإنما الحديقة للناس جميعا. وهناك لافتة مكتوب عليها ممنوع اللعب كما ترى هناك. ربما حتى لا يفسد العشب من كثرة اللعب. لن يفسد بسبب لعبنا الآن. هيا، ألا تريد أن تلعب؟ هل تخاف أن أهزمك؟ سامي، ماذا تفعل هنا؟ كنت هذه المرافق لم توضع للعب كرة القدم، ثم إنها ممتلكات للجميع، ينبغي الحفاظ عليها ومداراتها. أنا آسف، كنت فقط أريد أن ألعب الكرة. لا مانع، هيا نلعب الكرة في الملاعب المخصصة لذلك. هيا 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 هيا. الآن ستكون الجولة النهائية بين اللاعب سامي واللاعب خالد. هذه الجولة سوف تحدد الفائز بكأس البطولة المدرسية. ابدأ. أحسنت يا سامي، تستحق الكأس. رائع يا صديقي، أنت بطل الصف. تقصد بطل المدرسة. الآن أصبح لدينا صديق قوي يدافع عن الجميع. يجب عليك الدفاع عن نفسك. قوتي في انتظار مزيد من البطولات. يا إلهي، لقد أصابه الغرور. يا أبنائي، أحتاج إلى المساعدة، هل يمكن أن تساعدوني في إغلاق البوابة؟ إنها ثقيلة. انتظروا، سأقوم بذلك وحدي. أنسيتم أنني أقوى طالب في المدرسة؟ أوف. 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 على الرحب والسعة يا أستاذ صالح، سوف نساعدك.
شكرا يا أبنائي، كان هذا درسا لسامي وأظن أنه استوعبه جيدا. فهمت، لا أحد يريد صديقا قويا ومغرورا، بل نريد أصدقاء متعاونين ومتواضعين. يكون عن الطموح. حسناً يا تلميذة النجيبة، ماذا تريدين أن تكوني عندما تكبرين؟ لعبة جديدة؟ هل تسمحاني لي بالمشاركة؟ طبعاً. كنت تسألينني عما أريد فعله عندما أكبر. حسناً، لا أريد فعل أي شيء على الإطلاق. ماذا تعنين؟ لقد مللت كل شيء، لا أريد الذهاب إلى المدرسة ولا المذاكرة، أرغب فقط في البقاء في فراشي سعيدة. هذه فكرة رائعة، أحييك عليها. حنان محقة. ليجلس كل منا في مكانه مرتاحا دون فعل أي شيء، أليس هذا جميلا؟ هذا صحيح، كنت أعلم أنني رائعة. لكن يا أمي، يجب أن أذهب للطبيب غدا، أسناني تؤلمني قليلا. ومن قال لك أنك ستجدين طبيباً؟ لو لم يذهب الناس للمدرسة ويجتهدون ويعملون، من أين سيأتي الأطباء؟ وهذا كان عنوان الدرس، الطموح. لو لم يمتلك الشخص طموحاً فلن يسعى لتحقيقه ولن تتطور الحياة. حسناً، لقد فهمت، لابد لكل منا أن يبحث عن دور يؤديه لتستمر الحياة. بالضبط، أحياناً نتعب من العمل أو المذاكرة، فيكون الحل أخذ قسط من الراحة وليس ترك كل شيء والتكاسل. فعلاً يا أمي، نشكرك. لقد عرفت الآن ماذا أريد أن أصبح عندما أكبر. ماذا؟ صانعة فشار ماهرة. وأنت يا نورة، ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبرين؟ أعتقد أنني أريد أن أكون مدرسة. لماذا؟ لكي أحمس الفتيات أمثال حنان، علي إيجاد هدف لحياتهن مثل ما فعلت أنت يا أمي. في مثل هذا اليوم من السنة الماضية كنت مع أبي هنا وساعدته في نقل التمور من المزرعة إلى المنزل. أتذكر ذلك؟ ولكن اليوم بفضل الله توسعت المزرعة وأصبح المحصول أكثر من السنة الماضية، سيكون ذلك عملا شاقا بالنسبة لك. أنا أيضا الآن أكبر من السنة الماضية وازدادت قوتي يا جدي. فواز، سوف نرى قوتك أثناء نقل التمور من السيارة إلى داخل المنزل. ها قد وصل التمر. سأساعدهم في إدخال التمور، فأنا لم أعد صغيرة. أحسنت يا نورة، ساعدينا. إن وزن الصندوق خفيف يا جدي. حسناً، سآخذ ثلاثة صناديق دفعة واحدة. ولكن ثلاثة صناديق عدد كبير لن تتمكني من حملها. إذا أدخلت ثلاثة صناديق معاً كل مرة فسيكون عدد ما أدخلته أكثر مما أدخل فوال. وجهي يا إلهي. هل أنت بخير يا ابنتي؟ ألم أخبرك بأن هذا العدد من الصناديق ثقيل ولن تستطيعي حمله؟ الحمد لله أنا بخير، كنت أظن أنني قادرة على حمل الصناديق الثلاثة ولكني لم أقوى على ذلك.
إن الاستخدام الصحيح للقوة هو أن يعرف الإنسان مقدار قوته الحقيقية ويتصرف تبعا لذلك، لا أن يحمل نفسه فوق طاقته. هذا آخر صندوق في السيارة يا جدي. لقد انتهيت من جمع التمر الذي سقط مني. أحسنتم صنعا جميعا. أدخل سعد 18 صندوقا، وأنا أدخلت 10 صناديق، وأدخل فواز 8 صناديق. هذا يعني أنني قد خسرت. لم تخسري يا نورة، فقد تعلمت اليوم درسا جديدا. وهذا صندوق من البسكويت المحشو بالتمر الفاخر لك أنت وفواز. هذا يعني أنك لن تأكلي كل البسكويت وحدك. ماذا تفعل يا سامي؟ هذا مكاني. مكانك؟ أجل، كيف ذلك؟ هناك نظام يا سامي وعليك أن تحترمه. كلنا نقف في الطابور ولا أحد يخالف ذلك النظام. أنا أول شخص يخرج من الفصل مع صوت جرس الفسحة، ولا بد أن أكون في مقدمة الطابور. إذا كنت أول من خرج من الفصل، لماذا لم تأتي وقتها لتقف في الطابور؟ لأنني كنت أتحدث قليلا مع فواز. سامي، عليك أن تلتزم بالنظام وتقف في آخر الطابور مثل ما فعلت أنا. أعطني بسكويتا من فضلك. أنا المعلم المسؤول عن المقصف اليوم. أستاذ صالح؟ نعم يا سامي، ولن أرضى أن يخالف أحد النظام. ولكن أنت محروم من الشراء اليوم يا سامي. يا أستاذ صالح، أنا لم أقصد أن... انتهى الأمر وقراري لا رجعة فيه. وضع النظام لنحافظ عليه، ومن يخالف النظام يعاقب. أستاذ صالح، هل يمكن أن أخذ النقود من سامي وأشتري له ما يريد حتى لا يشعر بالجوع، وفي الوقت نفسه لا أخالف قرار معاقبته؟ حسناً يا فواز، ولكن بشرط أن لا يكرر ذلك الخطأ مرة أخرى. شكراً جزيلاً يا فواز. أرجوك يا سامي، لا تفعل ذلك مرة أخرى. أعترف أني مخطئ، وأعدك يا فواز أن لا أخالف النظام ثانية. أحسنت يا سامي. ولكن يجب أن أذهب أيضاً، وأعتذر للأستاذ صالح عما بدر مني. هيا بنا. المطلوب منكم يا أبنائي أن يختار كل طالب اسما من أسماء الله الحسنى ويكتب عنه موضوع تعبير. فمثلاً اسم الرحمن هو اسم مقصور على الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال رحمن لغير الله، وذلك لأن رحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين. ماذا أفعل إذا وجدت الاسم الذي قمت باختياره يتشابه مع الاسم الذي اختاره أحد زملائي؟ عدد أسماء الله الحسنى 99 اسماً، وعدد طلاب الفصل أقل بكثير، فأمامكم فرصة كبيرة حتى يكون هناك تنوع في الاختيارات. لا أعرف ماذا أفعل في موضوع التعبير. لماذا يا سامي؟ فالأستاذ صالح شرح المطلوب ببساطة. لم أفهم ماذا يقصد. أنا فهمت ماذا يقصد وسأشرحه لك. وما هو المقصود يا فواز؟
الأستاذ صالح يريد منا أن نتفكر في عظمة الله، وذلك عن طريق كتابة هذا الموضوع. وكيف أفعل ذلك؟ تفعل ذلك عن طريق اختيار اسم يحمل صفة عظيمة من صفات الله. فمثلا أنا سأختار اسم العليم، وكيف أن الله جل وعلا يعلم كل ما حدث وما سيحدث، فهو الذي يعلم تفاصيل الأمور ودقائق الأشياء وخفايا الضمائر والنفوس، فعلمه سبحانه يحيط بجميع الأشياء. هذا يجعلنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، كما يجعلنا نراقب الله في كل تصرفاتنا، وأيضا ندرك أننا مهما وصلنا إلى أعلى درجات العلم فلا نغتر بهذا العلم، لأن الله عز وجل أعلى وأعلم. أحسنت يا فواز. أستاذ صالح؟ نعم. في الحقيقة أنا أنت تمتلك صديقا رائعا اسمه فواز. شكرا يا أستاذ صالح. فواز استطاع أن يبسط لك الأمر يا سامي، وشرح لك المطلوب في موضوع التعبير بسلاسة وصدق، فهو نعم الصديق. أنا لم أقم سوى بواجبي تجاه صديقي، فللصديق حقوق على صديقه. أشكرك يا فواز، لقد فهمت المطلوب جيدا، وسوف أكتب موضوع تعبير عن اسم الله تعالى الكريم، وأذكر كيف كنت كريما معي في إفهامي المطلوب. أحسنتم يا أولاد، وبالتوفيق إن شاء الله. أها، ها هي المزرعة التي سنمضي بها الساعات الثلاث المقبلة. لقد اقتربنا. حمدا لله على سلامتكم يا أبنائي، أتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا في رحلة اليوم. والآن هل اتفقتم على ما تريدون فعله؟ المنظر هنا جميل، أقترح أن نقيم مسابقة ثقافية في الهواء الطلق. وأنا أرى المكان واسعا، وأقترح أن نقيم مباراة قوية في كرة القدم. حسنا، خالد، ناصر، بدر، فواز وسامي، أنتم التلاميذ المسؤولون عن تقرير النشاط الذي سيتم في الرحلة، وسأترككم سويا لتتشاوروا وتقرروا. فلنتشاور سوية ونرى ما الذي سنتفق عليه. أنا أوافق على رأي ناصر، المسابقة الثقافية فكرة جيدة. وأنا أيضاً أوافق على فكرة المسابقة الثقافية. لا فائدة مما نفعله، ولن أنتظر مشورتكم المضيعة للوقت. سأجمع عدداً من التلاميذ ونبدأ اللعب وحدنا. هيا يا أولاد، كل مجموعة سأوجه لها سؤالاً، تتشاورون ثم تختارون تلميذاً منكم ليجيب. فكروا جيداً وتشاوروا قبل الإجابة. ستكون منافسة صعبة ولكنها ممتعة. ترى أين سامي؟ ما الأمر يا سامي؟ لماذا أنت هنا وحيداً؟ لقد تشاور أصدقائي واتفقوا على إقامة مسابقة ثقافية وليس كرة القدم. أها، إذن أصبحت وحيداً لأنك خرجت عن شور أصدقائك. يبدو أنني أخطأت عندما صممت على لعب الكرة، لا أجد أحداً يشاركني. التشاور بين الأصدقاء هو أمر مهم خصوصاً في مثل هذه الرحلات. انظر، لقد أصبحت وحيداً لأنك خرجت عن شورهم. هذا درس بسيط لك، ويبدو أنك فهمته جيداً، لكن لا عليك، يمكنك الآن العودة لأصدقائك ومشاركتهم المسابقة. حقاً؟
أن أنهي المذاكرة وسأفقد تركيزي هكذا. ياسر لا تزعج فواز وهو يذاكر. تعال العب هنا. لقد أتعبتني. لماذا لا تسمع الكلام؟ أخوك يذاكر، لماذا تزعجه وتعطله عن مذاكرته؟ لماذا تعاملين ياسر بقسوة يا نورة؟ لم أكن أقصد أن أقسو عليه، كنت أريد أن أنبهه لأنه يصر على اللعب بجوار غرفة فواز وهو يذاكر. تعاملي معه برفق يا ابنتي، ياسر طفل صغير لن يفهم ما تقولينه بسهولة، فيجب أن تكوني حليمة معه كي يستجيب لك. ماذا تريد يا صغيري؟ السيارة. خذ سيارتك والعب بها هناك. أعترف أني مخطئة، لم أكن أفهم ما يريد. أنا آسفة يا أمي. كانت نيتك طيبة، وهي أن تساعدي أخاك فواز، كما أن الاعتراف بالخطأ فضيلة يا ابنتي، والرجوع عنه قوة. ياسر كان مصراً على اللعب بجوار غرفة فواز لأن سيارته هناك ويريد أن يلعب بها. فهمت يا أمي. يجب أن تتحلي باللين والصبر وأن لا تعاملي ياسر بعنف وحدة. أعدك أن أعامله برفق بعد ذلك يا أمي. أحسنت يا نورة. بدأت أشعر بالملل. هل تريدين أن نلعب لعبة جديدة؟ لعبنا الكثير من الألعاب ولم يأتي جدي بعد. ترى ما هي المفاجأة التي أخبرنا أنه سيحضرها؟ هذه لعبة جيدة، تعال نخمن. أتوقع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا أحضرت يا جدي؟ أحضرت مخلوقاً رائعاً وهو موجود في المزرعة الآن. خمنوا ما هو. دجاجة؟ عنزة؟ لا لا. أوه، طاووس. يا إلهي، ما أجمله. انظري إلى ألوان ريشه الجميلة. انظروا في عظمة الله القدير خالق هذا الكائن الجميل، كم هو جميل ومتناسق في جسمه وريشه الرائع ذي الألوان المبهرة. انظري يا نورة، سينفش ريش ذيله الآن. يا إلهي، ما أجمله. سبحان الله، تأملنا في خلق هذا الطاووس يرشدنا لدقة وجمال صنع الله في مخلوقاته. كأني سمعت هذا الكلام من قبل. نعم نعم نعم، عندما ذهبت معي إلى حديقة الحيوان رأينا هناك الغزال بجسمه الرشيق والحمار الوحشي بخطوطه المميزة التي لا يتشابه فيها اثنان من الحمير الوحشية أبداً، والزرافة طويلة العنق والتي رغم طول عنقها إلا أن عدد فقراتها كعدد فقرات كل أعماق الثدييات. سبحان الله، لكل حيوان جماله الخاص. وهل تعرفان أيضا أن الطواويس ليست نوعا واحدا؟
هناك أكثر من 20 نوعاً ولكل نوع جمال يميزه عن غيره. لقد أحببت هذا الطاووس جداً، كما أحببت كل المخلوقات التي تدل على عظمة صنع الله، وسوف أراقبها مثلك يا جدي لأتعلم منها. هذا يا حفيدتي ما يسمى بالتأمل، وهو أن نتأمل في مخلوقات الله حولنا لندرك عظمة الله جل وعلا. ولكن ماذا سنسميه يا جدي؟ نورة، نورة حبيبتي، هيا استيقظي، لقد جاءت الجدة وجارتنا أم حنان لزيارتنا. اليوم إجازة يا أمي، وأريد أن أنام. لقد اقتربنا من الظهيرة يا نورة، يجب أن تستيقظي حتى لا تصابي بالكسل طوال اليوم. حسنا يا أمي، سوف أستيقظ. أحسنتي، استعدي لمقابلة الضيوف. أي ضيوف؟ ألم تقل فقط الجدة والجارة أم حنان؟ هيا يا صغيري، قل جدتي. جدتي. ما شاء الله، تبارك الله، أنت طفل رائع. دامت عليكم السعادة، ألاحظ أن ياسر في قمة الانسجام. إنه سعيد بحضور جدته. أنا أيضاً سعيدة لرؤيتك اليوم يا أم حنان. أنان. مرحباً جدتي. مرحباً حفيدتي الجميلة، ما هذه الملابس الرائعة؟ أما زلت نائمة أم استيقظت؟ لقد استيقظت يا جدتي، إنها ملابس النوم. مرحبا خالتي. مرحبا يا نورة. نورة، نورة، نورة حبيبتي، هل هذه الملابس مناسبة لاستقبال الضيوف؟ هل جدتي وخالتي أم حنان ضيوف يا أمي؟ بالتأكيد يا ابنتي، أي زائر يدخل منزلنا فهو ضيف، ومن الحياء أن نقابل الضيف بشكل لائق. ملابسنا يجب أن تكون لائقة، وضيافتنا كذلك. الآن فهمت، لقد أرادت جدتي أن تلفت انتباهي، لذا سألتني هل استيقظت أم ما زلت نائمة، ثم قالت ما هذه الملابس الرائعة. وإلى ماذا انتبهت الآن؟ إن ملابسي ليست رائعة. ماذا؟ أنا أمزح يا أمي، إنها رائعة للنوم، ولكن ليس لمقابلة الضيوف. سوف أرتدي ملابس لائقة وأعود إليهم. ولا تنسي أن تصففي شعرك. يا إلهي، كيف شاهدني الضيوف بهذا المنظر؟ أشعر بسعادة كبيرة في كل مرة نذهب فيها لزيارة جدي وجدتي. وأنا أيضاً أحبهما جداً، وأحب الألعاب التي يلعبها معي جدي. دائماً ما كان أبي يلعب معي هذه الألعاب وأنا في مثل سنكما. ولكن لدي سؤال يا أبي. ما هو يا نورة؟ أنت تذهب لجدي وجدتي باستمرار،
وإن لم تذهب أنت لزيارتهما يأتيانهما إلى منزلنا، فلماذا تزورون بعضكم دائما؟ هذا سؤال غريب يا نورة. وما الغريب في هذا؟ إن أبي يحب جدي وجدتي وهما يحبانه، ولذا فهو يزورهما ويزورانه دائما. هذا صحيح، أحبهما وأحترمهما. أعرف، ولكنني أسأل عن سر الزيارات المتكررة، فلم يحدث مثلا أن مر أسبوع دون أن نرى جدي وجدتي. هذا ما يسمى بصلة الرحم يا نورة. صلة الرحم؟ نعم، أمرنا الله أن نصل أرحامنا، أي أن نحسن إلى الأقربين ونقدم لهم ما يمكننا من الخير ونمنع عنهم ما نستطيع من الأذى والشر. وليس هناك أحد أقرب للإنسان من أسرته، وهي طاعة وقربة إلى الله تعالى. لقد ذهب أبي وفواز مع جدي لزيارة صديقه، وأنا أشعر بالملل. ألم تلعبي معي يا جدتي لعبة الألغاز؟ بالطبع يا نورة، ولكن أولاً سأجري اتصالاً هاتفياً بأختي لأطمئن عليها. ولماذا لا تذهبين لزيارتها؟ لقد اعتدت أن أزورها دائماً، لكنها مسافرة الآن لأداء العمرة، وبما أنني لا أستطيع السفر إليها فسأتصل بها. أعرف ما تفعلين يا جدتي، إنها صلة الرحم، أليس كذلك؟ أحسنت يا نورة، هذا صحيح. عندما تنهي المكالمة أريد أنا أيضاً أن أتصل بأمي لأطمئن عليها وأخبرها بأنني أحبها كثيراً. بارك الله فيك يا ابنتي. نعم نعم بالطبع، سأرسل لك البريد الإلكتروني فورا. لماذا لا تعمل في غرفتك يا بني؟ إنه عمل أنجزته بالفعل من قبل، ولكني نسيت إرساله. حتى ينتهي الجهاز من تحميل المرفقات سأتوضأ لأكون مستعدا للصلاة. وأنا أيضا، هيا بنا. جهاز أبي، كثيراً ما تمنيت أن أجرب هذا الجهاز، ولكن أبي كان يمنعني دائماً. إنها فرصة الذهبية. لقد جاء أبي، يجب أن أغلق المتصفح حالاً. رأيتك يا نورة، ألم أمنعك من قبل وأحذرك من... ما هذا؟ هل أغلقت المتصفح؟ أنا... إنني يا أبي... لم أفعل... أنا... هل حدث ما أتوقعه؟ نعم يا أبي، سيلقنك والدك الآن درسا مهما. هل سيعاقبني؟ بل سيشرح لك معنى قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لقد أخطأت خطأ كبيرا يا نورة، وقد أفسدت عملي، ولكن كما قال جدك سأكتم غضبي وأتحكم فيه. ورغم أني أمتلك الحق في عقابك وأمتلك القدرة أيضا على ذلك، إلا أنني سأعفو عنك حتى أكون من المحسنين الذين يحبهم الله. هل تعلمت الدرس يا صغيرتي؟ نعم، آسف يا أبي لأنني أفسدت لك عملك، ولن أكررها ثانية، أعدك. وأيديني أنا أيضا أن تفعلي كما فعل والدك، كوني كاظمة للغيظ
وإن كنت تمتلكين القدرة على العقاب فلتكوني عفوة عمن أساء إليك. أتدرين لماذا؟ نعم، لأن الله يحب المحسنين. أحسنت يا صغيرتي، أحسنت. هيا بنا. أين قليلين؟ لا أريد أن ألعب. أصدقائي، أرجو الانتباه دقيقة واحدة، لدي وجهة نظر أرغب في طرحها عليكم. ماذا لو طلبنا من المعلم صالح أن يخصص حصة اليوم لمراجعة الدروس السابقة وأن... لا تكمل واجلس مكانك. هل تريد أن يترك المعلم آخر درس في المنهج الدراسي ويبدأ في المراجعة من أول درس فقط من أجلك؟ إنه لم يكمل حديثه، ربما لديه حكمة في ذلك. إيه، لقد مللنا هذا الكلام. عندما نقوم بمراجعة الدروس السابقة سوف يسهل علينا فهم الدرس الأخير وتخصيص وقت للعب. أعتقد أنك يجب أن تشرح ما تقوله بالكتابة على السبورة حتى يستطيع الجميع فهم وجهة نظرك العبقرية الفذة الخرافية. سامي، هذا الأسلوب لا يليق وأنت تسخر بشكل مبالغ فيه. هل من المنطقي أن نبدأ في مراجعة المنهج وقد بقي لنا درس واحد فقط وننهي المنهج كله؟ أنا أريد هذا، أريد أن أذهب. لا أريد أن أذهب. لا إله، ما شأني؟ أنا غاضبة منكم. يا إله، أنا أذهب. أعتذر على التأخير، ولكنني بينما كنت أقف بجوار النافذة سمعت ما يدور داخل الفصل. خالد أراد طرح وجهة نظره، سامي على صواب في رأيه، ولكنه أفسد الأمر بعدم احترامه لآداب الحديث والحوار، وهكذا يكون المخطئ هو سامي. أنا؟ يا سامي، عندما يتحدث إليك شخص آخر استمع للحديث ولا تسخر من أي شخص يتكلم ولا من كلامه، ولذا يجب عليك الاعتذار لخالد. أوه، حسنا، آسف. اليوم سوف ننهي المنهج ونشرح الدرس الأخير، والحصة القادمة مراجعة. الدرس الأخير آداب الحوار. ترى من منكم يستطيع أن يحدثنا عن آداب الحوار؟ أعتقد أنني أفضل من يتحدث عن هذا الموضوع. حسناً، سوف ترون مدى قوتي في التسديد. يا إلهي، تسديدة قوية جداً، ولكن للأسف إنها خارج المرمى وخارج المنزل. لقد سددها اللاعب سامي المحترف، وبذلك أضاع الكرة وأنهى المباراة قبل بدايتها. حسناً يا خالد، أكمل تعليقك على هذا المشهد المشوق. لا يا سامي، توقف، ماذا تفعل؟ سأذهب ليحضر الكرة. ليس بهذه الطريقة يا سامي، يجب أن ندخل البيوت من أبوابها. سوف نذهب إلى الجيران ونستأذن منهم أن يحضروا لنا الكرة. هاي، إلى أين أنت ذاهب يا سامي؟ سأدخل وأحضر الكرة. ألم تخبرني أننا يجب أن ندخل البيوت من أبوابها؟ ثم إن ناصر جاركم ولا مشكلة في دخول بيته. علينا أولاً أن نستأذن أصحاب المنزل في الدخول حتى ولو كانوا جيراننا. هل ترضى أن يدخل أحد منزلك دون استئذان؟ بالطبع لا. لقد قمت بدق الجرس، آمل أن يأتي أحدهم. السلام عليكم، كيف حالك يا ناصر؟ أنا بخير، تفضلوا.
لقد سقطت الكرة في حديقتكم ونريد استرجاعها. تفضلوا بالدخول، سنلعب سويا ثم تأخذون الكرة في نهاية اليوم. أها، هكذا يكون اللعب احترافيا. إنها كرة رائعة، أنا متحمس جدا لأن نبدأ. تصدى لهذه الركلة. حتى في كرة اليد يا سامي، ترمي بالكرة لمنازل الجيران. حسنا، أنا في انتظارك، مع السلامة. هل سيزورنا أحد اليوم؟ نعم، إنه جارنا في العمارة المواجهة، ونلتقي دائما في المسجد. وما سبب هذه الزيارة المفاجئة؟ هل حدث أمر ما؟ لا تقلقي، كل ما في الأمر أنه من دولة أخرى وسيغادر المملكة لعدة شهور لزيارة أسرته، فدعوته لتناول القهوة قبل سفره. أعتقد أنه وصل. يبدو أن لدينا ضيف. هل بإمكانك تحضير بعض الطعام لنأكل أنا والضيف وفواز سويا؟ بالطبع، على الرحب والسعة. ولكن قبل الطعام نريد قهوتك المميزة وبعض التمور. قمت بتحضيرها قبل أن تطلبها. لماذا كل هذه الحفاوة؟ هل الضيف صديق قديم؟ آه، سوف تخبرك أمك، وأنا سوف أذهب لأجلس مع الضيف. أخبريني يا أمي. إنه الكرم يا نورة، يجب أن نكرم الضيف حتى لو لم يكن صديقا مقربا. ما كل هذا، إنه لكرم منك يا فواز. أنا أفعل ما علمني أبي أن أفعله، وقد علمني أن أكرم الضيف. بالطبع، فوالدك من الكرماء ومن أنبل الرجال الذين عرفتهم. شكرا لك، نحن في غاية السعادة لزيارتك لنا، ونتمنى أن يطول بقاءك معنا. أشكرك، ولكن أخشى أن أتأخر عن موعد إقلاع رحلتي. سوف أقوم بتوصيلك إلى المطار، فليس لدي أي عمل اليوم. أها، وأنا سأذهب معكما. إنه حقا بيت كرم وجود، سوف أخبر أسرتي أن جيراني في هذا البلد من أطيب الناس. فواز، نورة، أرجو أن تعتنيا بياسر اليوم، فأنا متعبة. حسناً يا أمي. سلامتك يا أم فواز. سلمك الله. لا تنسيا أن تساعدا جدتكما في إطعامه بعد ساعة من الآن، ثم تغيران له ملابسه، ولا مانع من اللعب معه قليلاً بعدها. هل هذا كل شيء؟ إن أتى المساء ولم أتمكن من النهوض، أدخلاه فراشه في الثامنة، أو دعوه ينام بجانب جدته. حسناً يا أمي، سوف نفعل كل هذه الأشياء. ارتاحي أنت ولا تقلقي، شفاك الله. أنا قلقة على أمي يا جدتي، تبدو متعبة للغاية. لا تقلقي، إن شاء الله سوف تأخذ العلاج وتشفى.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا سلك الهاتف مفصول؟ لقد بذلنا مجهودا كبيرا لنجعله ينام كما وعدنا أمي. آسف يا أبي، لقد فصلت سلك الهاتف كي لا يزعج ياسر. يبدو أنها كانت مسؤولية صعبة. حسنا، هل كل شيء على ما يرام؟ نعم، لقد قاما بكل ما كلفتهم به أموهما. وخمن ماذا؟ لم تحدث أي مشكلة. حمدا لله، هذا رائع. أنتما ممتازان وساعدتما أمكما. ما عدا ماذا؟ انشغلنا بياسر فلم أنجز واجبي، والآن فواز يساعدني. لا بأس، ما زال الوقت باكرا وسوف تنتهين منه. يبدو أنكم قضيتم وقتا ممتعا بالفعل. حسنا أيها المجتهدان، سأشارككما أنا أيضا المتعة وأجمع هذه الألعاب، ثم نذهب جميعا للإطمئنان على والدتكم. يا أولاد، اليوم سوف يقوم بزيارتنا صديق لي منذ أيام الدراسة، ولم نجلس سويا منذ زمن، وأريدكم أن تقابلوه. هذا رائع. لا تنسى البحث يا فواز. البحث؟ أي بحث؟ لدينا بحث مدرسي، وقد اتفقنا أنا وناصر وخالد أننا سوف نجلس في غرفة اليوم لتحضير عناصر البحث. وما هو موضوع البحث؟ عن مستقبل المملكة. حسنا، هذا رائع. أعتقد أن صديقي فهد سيفيدكم في هذا البحث. أرى أن الوقت يمر، يجب أن ننهي البحث يا فواز. أعتقد أن والد فواز لديه حكمة في أن نقابل صديقه. لا تقلق يا ناصر، ما زال لدينا الوقت الكافي. فواز، اقترب أنت وأصدقائك. حسناً، أخبروني، ماذا تتمنون أن تصبحوا في المستقبل؟ أحلم أن أصبح مهندساً مثل أبي. وأنا أتمنى أن أعمل مبرمجاً. وأنا أريد أن أصبح مكتشفاً ومخترعاً. إنهم ثلاثي رائع. أخبرهم أنت عن وظيفتك يا فهد. وظيفتي هي الحفاظ على أمن المملكة. ماذا؟ إن فهد صديقي ضابط من جنود الوطن. حقا؟ هذا رائع. إنها حقا وظيفة الأبطال. كل فرد في المملكة هو بطل في وظيفته. والدك يا فواز هو بطل في عمله الهندسي، فهو يدرس المشروع من كافة جوانبه حتى يتأكد من أمنه وسلامته. لم أرى فهد منذ أشهر. الحقيقة أنه كان بعيداً عن أصدقائه وأسرته كذلك. لماذا؟ ليخدم وطني وأحافظ على أمنه. كنت مرابطاً مع زملائي الضباط على حدود المملكة. ترابطون على الحدود كل هذا الوقت؟ عمل شاق وخطير. عندما يكون العمل هو الحفاظ على أمن المملكة وشعبها وممتلكاتها، يصبح عملاً رائعاً. وعندما تشعر أنك تحافظ مع أصدقائك على مستقبل وطنك، ستشعر بالفخر. إنه تأمين المستقبل يا أبنائي. البحث الفائز هو بحث فواز وناصر وخالد بعنوان الأمن جسر نحو مستقبل أفضل. حقا؟ أنتم المستقبل. شكرا على هذا البحث المتميز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. فواز، من فضلك أريد أن تراجع معي سورة الشمس. نعم، ولكن انتظري قليلا حتى أتوضأ. لماذا؟ ألم تصلي الظهر حتى الآن؟ بلى، لقد صليت الظهر في موعده. إذن لماذا تتوضأ؟ فالعصر لم يؤذن بعد. علي أن أتوضأ قبل أن ألمس المصحف بيدي، لأن من تعظيم القرآن الكريم أن يكون الإنسان على طهارة وهو يمسك المصحف. لم أكن أعلم هذا. سوف أتوضأ معك حتى أكون على طهارة وأنا أقرأ القرآن. خطأ يا نورة، لا تضع المصحف هكذا، فللمصحف احترامه. ضعيه على الرف أو على الطاولة ولا تضعي شيئا فوقه. لم أكن أعلم هذا أيضا. والآن هيا نتوضأ. هيا. أعتقد أنه من الأفضل أيضا أن أطفئ التلفاز. أحسنت يا نورة، هذا صحيح، فليس من أداب التلاوة أن يكون هناك صوت آخر يعلو فوق صوت القرآن. بارك الله فيك. هل لديكم أي أفكار للإجازة؟ أفكر في إقامة مشروع صغير في الحديقة. أي مشروع؟ مثلاً نبيع العصير المثلج. فكرة رائعة، وسوف نكسب منها بعض المال أيضاً. نعم، فكرة رائعة، هيا بنا. وبهذا نصبح مستعدين. ها؟ ماذا تفعل يا سامي؟ لا شيء، فكرت أن أفتتح أنا أيضاً مشروعي الخاص. لكننا اتفقنا أن نعمل معاً. نعم، كفريق واحد. وهذا ما تفعلونه بالفعل. لكن لدي خطط أخرى. لا عليكم، سنواصل مشروعنا. وها هو السعر. ها؟ لماذا تفعل هذا؟ التجارة شطارة. بدر، تعال معي يا صديقي، سوف نكسب أكثر. حسناً. ها يا أولاد، هل نجحت مشاريعكم؟ الحمد لله يا جدي. أنا فشلت. لماذا تقول هذا؟ كنت أبيع أرخص من فواز، ومع ذلك لم أحقق مكسبا. هل تعرف لماذا؟ كلا. لأنك كنت تعامل زبائنك بطريقة سيئة، ولا تعتقد أن رخص مشروباتك سوف يعالج ذلك، فحسن المعاملة أهم. متأسف، لقد فهمت الآن. لقد عملت زبائني بطريقة سيئة، وأصدقائي أيضا لم أعاملهم بشكل جيد.
وأنا أيضا أعتذر لكم. سأفكر في مشروع آخر خاص بي، وسأستفيد مما تعلمته اليوم. هذا رائع رائع. والآن أريد شراء كوب من العصير، هل عصيركم جيد؟ وسأعطيك كوبا آخر هدية مني. الجو جميل، يبدو أنها ستمطر. هذا صحيح، آه ما أجمل الوقوف في الهواء الطلق. واو، فعلا بسكويت رائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا جد، كيف حالك؟ ماذا تفعلون هنا يا أولادي؟ الجو رائع اليوم، والوقوف هنا ممتع. أرى ذلك، ولكن هذا طريق للناس جميعا. لا أحد يمر من هنا كثيرا. ومع ذلك لا يمكن يا أبنائي أن تأخذوا نصف الطريق هكذا، فحتى الطرق لها حقوق أيضا. نعم نعم أعرفها، لقد درسناها، مثل رد السلام وكف الأذى. أحسنت يا فواز، ووقوفكم هنا قد يؤذي الآخرين حينما يريدون العبور. ولكن أين نذهب؟ ماذا نفعل إذن؟ جدي عنده خطة أفضل. اتبعوني يا أبنائي. المكان هنا أكبر والأكسجين أنقى. تمهل يا بد، ستقضي على الهواء بهذه الطريقة. يا إلهي، لقد أضعتها. يا ترى أين بد؟ إنه في المستشفى منذ أمس. هيف فعلها فواز، أحسنت. السلام عليكم يا أولاد، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين صديقكم بدر؟ لم أره. سامي يقول إنه في المستشفى. بدر في المستشفى؟ لا تقلقوا، أعتقد أن الأمر بسيط، ربما يخرج اليوم. هيا نكمل. هيا يا أولاد، كفوا عن اللعب ولنذهب لزيارة صديقكم بدر. إننا مشغولون باللعب، ثم إنه يوم إجازتنا. ستكمل فيما بعد، إن لزيارة المريض أهمية في ديننا الحنيف وأجر كبير، وكل مريض يسعد بالزيارة مهما كان مرضه خفيفا، ويتشجع على الشفاء ويطيب. وسوف نشتري له الهدية التي يحبها. سوف أزوره غدا، أنا مشغول اليوم. هيا بنا يا أولاد. لا بأس، طهور إن شاء الله. لم نعلم بإصابتك إلا متأخرا من سامي. شكرا لكم، سعيد جدا باهتمامكم وزيارتكم هذه، ولكن أين سامي؟ ربما انشغل وسيأتي لزيارتك غدا. كنت أتمنى حضوره معكم. سعيد جدا بزيارتكم يا أصدقائي، أنا بخير الآن، شكرا لكم. هيا، هل أنتم مستعدون؟ 1، 2، 3. حسناً، أنا الحكم. يا
يا لك من قطة جميلة. حسنا يا بدر، من هو الفائز؟ أنا، انظروا وهذه هي جائزتي. من أين أتت هذه القطة؟ لقد أتت لتلعب معي. انتبه، القطط التي تعيش في الشارع من المحتمل أن تكون حاملة للأمراض. أنا لن أخذها معي، سوف ألعب معها قليلا وأعتقد أنها ستعود من حيث أتت. أبي، هل سنأكل الآن؟ لكن يجب أن تذهبوا لغسل أيديكم. سوف نغسل أيدينا ونعود لنساعدك في تجهيز الوليمة. هذا الكباب لا يقاوم. أنا الفائز. انتظر، بقيت محاولة لبدر. هيا يا بدر، آخر محاولة لك. آه يا بطني. بدر، هل أنت بخير؟ الحمد لله، لقد أصبح بخير الآن، ولكن يجب عليك يا بدر الاعتناء بنظافة يديك وغسلها جيدا قبل الأكل، وتجنب لمس الحيوانات، فلا تعلم ماذا تحمل من جراثيم وأمراض. شكرا لك أيها الطبيب، وأنت يا أبا فواز شكرا لاعتنائك بابني بدر. إن بدر بمثابة ولدي، الحمد لله أننا اطمأنينا عليه. أنا سعيد لأنك بخير يا صديقي. وهل غسلت يديك جيدا؟ يا صغيري، حرك سيارتك هكذا. أحسنت يا ياسر. حسنا، الآن سوف يخرج القطار من المحطة. هيا يا نورة، لقد حان وقت الصلاة. انظري يا أمي، ياسر منتبه الآن ويكرر ما أقوم بتعلمه. أخشى إذا توقفت أن يشعر بالملل ويفقد تركيزه. هذا جيد، هيا لنصلي وسوف ينتبه ياسر لنا أثناء الصلاة، وربما يكرر ما سنفعله. لا تتهاوني في إضاعة وقت الفروض يا حبيبتي. هذه فكرة رائعة يا أمي، سوف أستعد. خطأ عليك يا فواز. نعم صحيح، هيا قم بتسديد الكرة على المرمى. انتبه جيدا يا بدر، لا أريد أن أخسر الجولة. هيا يا أولاد، لقد حان موعد الصلاة، إنها فرصتي لكي أكسب الجولة. حسنا، سدد الكرة. رائع يا بدر، سوف تكون محترفا في حراسة المرمى. لا أصدق، هل قمت حقا بصد الكرة؟ هذا رائع. هيا بنا، الوقت يمضي ويجب عليكم الوضوء في المسجد. سوف نكمل هذه الجولة ثم نذهب للصلاة. لا يا سامي، سوف أذهب لأصلي. هكذا تكون خاسرا لأنك انسحبت. ماذا تفضل يا سامي، أن تكسب جولة في المباراة أم تضيع عليك الصلاة؟ أنت محق يا عمي، لا شيء يزيد أهمية عن الصلاة. أعتقد أنني تحمست بشكل زائد. عندما تنتهون من الصلاة عودوا مرة أخرى لإكمال الجولة. هيا هيا بسرعة حتى لا نتأخر عن الصلاة. هل حقا تصديت للكرة بشكل محترف يا فواز؟ لقد جمعت كل المال الموجود في حصالتي، أعتقد أنني الآن أغنى طالب في المدرسة. كيف تأتي للمدرسة بكل هذا المال؟ ألا تخشى أن تفقده؟
الأثرياء لا يفقدون المال. هل يريد أحدكم شيئاً من مقصف المدرسة؟ سأشتري أنا لكم اليوم حلوى ومقرمشات وكل ما تريدون من المقصف. ألا تلاحظ أنك مسرف بعض الشيء؟ بل أنا غني، غني جداً. هل أحضرت العصير يا خالد؟ هذا هو، تفضل العصير. شكرا لك. ما رأيك أن تحضر لي أموالي؟ يا إلهي، لم يبق منها سوى القليل. ها قد انتبه أخيرا لخطئه. ما الأمر؟ ماذا بك يا سامي؟ لقد أنفقت كثيرا من المال الذي كنت أدخره لشراء شاشة جديدة لجهاز الكمبيوتر الخاص بي، وما يتبقى معي الآن لا يكفي لشراء أي شيء. أوه، وفيما أنفقت كل هذا المال؟ لقد أنفقته في أشياء كثيرة لا أحتاجها. اشتريت من المقصف بكميات كبيرة. كان ينبغي يا سامي أن تحمد الله على نعمة المال وأن تحافظ عليه، لا أن تبذر وتضيع مالك فيما لا فائدة منه. لقد أخطأت ودفعت ثمن خطأي، والآن لابد أن أدخر من البداية لأستطيع شراء الشاشة، فقد وعدت أبي أن أشتريها من مصروفي الخاص. أحسنت يا سامي، أحييك على اعترافك بخطأك وتحمل نتيجته، وأيضاً على إصرارك على الادخار من جديد. وأنا أشكرك على الحلوى التي اشتريتها لنا، واسمح لنا أن نعيد لك جزءاً من ثمنها لنساعدك على استرداد بعض ما أضعته. هيا تفضل. قيمة العصير. هذه مني لك. أحسنتم أيها الأولاد، رائع. السلام عليكم يا أبي، كيف حالك؟ بخير يا بني، هل كان يومك لطيفاً بصحبة جدك؟ بالطبع، كالعادة يعلمني جدي كل يوم أشياء جديدة. وأنا سعيد لأن لدي حفيداً ذكياً ويحب المعرفة مثلك يا فواز. ما بك يا أبي؟ لما تبدو حزيناً هكذا؟ لا شيء يا بني، جارنا مسعود يمر بضائقة مالية، والأقسى من ذلك أنه لا أحد من الجيران اهتم به أو حاول مساعدته. نعم يا أبي، جيراننا طيبون ومتعاونون، وبالتأكيد لا يعرفون حالته، لذا علينا إخبارهم. أحسنت يا فواز، أحسنت، هذه فكرة رائعة. اترك لي أمر تنفيذها، فلا نريد أن يشعر جارنا بأي شيء. السلام عليكم يا إخواني، هل انتظرتم قليلا؟ لدي حديث مهم لمشاركته معكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. كلنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أليس كذلك؟ جزاك الله صحيح. ولو نظرنا حولنا جيدا ولم نكتفي بالانشغال بأمورنا فقط، سنجد من يحتاج إلينا بالتأكيد، أو بمعنى أدق من نحتاج نحن لمساعدته وتفريج كربه، ليفرج الله كربنا. ماذا تلا الإمام الحاج؟ جزاك الله كل خير. شكرا لك يا والدي، كانت هذه موعظة نحن بأمس الحاجة لها. أين مسعود؟ مختف منذ عدة أيام،
يبدو أن لديه مشكلة ما، وسوف نذهب إليه فورا لنساعده على حلها. يا إلهي، هذا رائع. بارك الله فيكم، نعم لنفعل ذلك. شكرا لك يا أبي. أنا فخور بك يا جدي. بل نفخر بديننا، لأنه دين الرحمة والتكافل والمحبة. هل أنهيت واجبك المدرسي يا نورة؟ ها قد أنهيته يا أمي. يبقى فقط الجزء الخاص بالرسم الذي وعدت زميلاتي بإنهائه. حسناً، أتركك الآن لكي تنهيه يا صغيرتي. حسناً، تبدين جميلة بتسريحة شعرك الجديدة. أوه، أنا مطهبة. الرسمة لم أقم بتلوينها بعد، يجب أن أنهيها قبل الغد. أمي، هل تكملينها عني؟ أشعر بالنعاس. لقد أضعت وقتك باللعب أكثر من اللازم، وهذا واجبك يا ابنتي، وقد وعدت زميلاتك بإنهائه، عليك الوفاء بهذا الوعد. أنا متعبة. لقد كان لك اليوم بكامله، لكنك تهاونت في أدائه. إنها رسمة جميلة، أليس كذلك؟ صحيح، وإن شاء الله ستفوز في المركز الأول بعد أن تنهي جزءك الخاص منها. نعم، سأفي بوعدي وأنهيه بلا تأخير. تعالي أكمليه هنا وسأكون إلى جانبك. إنها المسابقة السنوية التي تقام بين فصول المدرسة. أحب هذه المسابقة جداً. ولكن هذا العام هناك اختبار جديد بالمسابقة. ما هو؟ الرسم. مسابقة لأفضل لوحة فنية. إذن سأشارك أنا في هذه المسابقة. ولكن لقد نسينا أن خالد رسام ماهر، فليكن خالد إذن هو من يشارك في المسابقة. نعم، وستكون فرصة رائعة لأثبت مهارتي الفنية. معك حق. مكتوب هنا أنه يمكن للطالب الواحد الاشتراك في أكثر من فرع في المسابقة، وأنا مصر على المشاركة في الرسم. لا يا سامي، أعتقد أن خالد هو أفضل طالب في الرسم بالمدرسة، ولذا فهو الأحق بالمشاركة. نعم، لقد قام برسم لوحة ووضعها المدير في مدخل المدرسة بعد أن حياه عليها أمام جميع التلاميذ في طابور الصباح. أنا أعترض، أنتم لا تعرفون مهارتي في الرسم، وبمجرد أن أعلنت عن رغبتي في المشاركة اخترتم خالد بدلا مني فقط لتمنعونني. ماذا تقول يا سامي؟ نحن فريق واحد ويجب أن نختار الأفضل من بيننا، تماماً كما اخترناك في المسابقة الرياضية لكي تمثلنا. كما تريدون، وسنرى النتيجة في النهاية. هاي هاي، لقد فزنا. مبارك، لقد حصلنا على المركز الأول بفضل مجهود كل واحد منا. هذا الكأس لنا جميعاً، نحن أفضل فريق في المدرسة في كل المجالات. السبب الأول في الفوز هو توفيق الله، ثم حبنا لبعضنا وحرصنا على مصلحة فصلنا. أعتذر لك يا خالد، رسمتك كانت رائعة بالفعل. وأنت قمت بمجهود عظيم في المسابقة الرياضية،
أيها البطل القوي. وأنا قمت بمجهود كبير في التشجيع، ولذا فأنا شريك في الكأس. وهنا يكمن السر، حيث نجد الإجابة في أبسط الأشياء حولنا. نورة، هل أنت بخير؟ أنا بخير يا فواز. أشك في ذلك، ماذا أصابك؟ لقد أصابتني الحكمة يا فواز، فالحكمة تصيب الحكماء. لقد قرأت في قصة أن الحكماء يكونون هكذا، يسيرون بهدوء وحكمة، يجلسون بهدوء وحكمة، يتكلمون بهدوء وحكمة، فقررت أن أصبح حكيمة. تحاولين فعل أشياء جيدة بطريقة غريبة يا نورة. سوف أذهب لتحضير حقيبة المدرسية، هل ترغبين في شيء قبل أن أذهب لغرفتي؟ انظر حولك يا فواز، سوف تجد الإجابة في أبسط الأشياء. آها، لقد سمعت هذه الجملة منذ بضع دقائق، يبدو أن الحكمة قد انتشرت في أنحاء المنزل. أنا سأفتح الباب يا أمي. في المرة الأولى دق الجرس مرة واحدة، وفي المرة الثانية دق الجرس مرتان. هذا يعني أنه في المرة الثالثة سوف يدق 3 مرات. يا لك من حكيمة يا نورة. من بالخارج؟ أنا والدك يا نورة. لماذا تأخرت في فتح الباب يا نورة؟ آسف يا أبي، إنها الحكمة، فأنا كنت أسير بحكمة. ابنتي الحكيمة، جميل جدا أن نبحث عن الحكمة، ولكن الأجمل أن نفهم معنى الحكمة أولا. وما معناها يا أبي؟ الحكمة يا نورة هي أن نضع كل شيء في المكان المناسب له، ونفعل ما ينبغي علينا فعله بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب. وهذا عكس ما فعلته تماماً. أنت محق يا أبي، ولكن أتعرفان؟ كنت أشعر وأنا أتصرف هكذا بملل شديد، وكنت أسأل نفسي، هل الحكماء يشعرون أيضاً بهذا الملل؟ انظري حولك يا نورة، الإجابة في أبسط الأشياء. انتظر، لن أسمح لك بالفوز. هيه، أنا الفائز، أنا من وصلت للنهاية أولاً. ولكنني سبقتك، وأنت من منعني. ولماذا استسلمت لي بسهولة؟ أنا الفائز، أين جائزتي؟ الجائزة من حق خالد، ها هو القلم الذي قررنا أن نعطيه للفائز. أنا الفائز، ولن أسمح لأحد أن يأخذ مني جائزتي. كيف تشعر بطعم الفوز وقد اعتديت على صديقك وسلبته حقه؟ أنا يا أستاذ؟ نعم، ولكننا اتفقنا أن من يصل إلى خط النهاية أولا هو الفائز، وأنا من تمكنت من الوصول أولا. استخدمت قوتك لتمنع صديقك خالد من الفوز رغم أنه هو من وصل قبلك، وعندما اعترض أصدقاؤك وقرروا إعطاءه الجائزة اعتديت عليه ثانية وأخذتها منه غصبا. لم أكن أظن أن هذا اعتداء على حقي.
كنت أعتقد أنني تغلبت عليه وفزت. أعرف أنك تحب الفوز، ولم تكن تقصد إيذاء خالد أو الاعتداء عليه، وأعتقد أنك قد فهمت الآن. نعم. وما الذي ينبغي عليك فعله إذن؟ تفضل يا خالد، أنت من تستحق الجائزة. فلنحيي كل من خالد وسامي. نحيي خالد لأنه الرابح، ونحيي سامي لأنه اعترف بخطئه واعتذر. انطلقوا أنتم إلى الملعب وسألحق بكم. سأذهب أولاً لأشتري حذاءً رياضياً جديداً، لقد ادخرت من مصروفي ما يكفي لشرائه، وسأفاجئكم جميعاً. سأذهب الآن يا أمي، فأصدقائي ينتظرونني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذا؟ ماذا؟ ما بك يا نورة؟ ما الأمر؟ لماذا تبكين؟ أنا في مشكلة كبيرة ولا أعرف كيف أتصرف. ما الأمر؟ ماذا حدث؟ استعرت دمية من صديقتي حنان لألعب بها. وما المشكلة؟ هذه هي المشكلة؟ يا إلهي، لقد سقطت مني وأنا ألهو بها وتحطمت، وحنان في الطريق الآن إلى هنا لتلعب معي وتسترد دميتها، ولا أعرف كيف سأتصرف. أنا أعرف ما الذي يمكن فعله. ماذا تقصد يا فواز؟ لا تقلقي يا شقيقتي، كل شيء سيصبح على ما يرام. ما الأمر يا نورة؟ أنت صامتة منذ أن جئت، هل أنت غاضبة مني؟ كلا، الحقيقة أنني أخشى أن تغضبي أنت مني. ولما أغضب منك؟ لأنني حطمت دميتك دون قصد. وها هو العصير الذي تحبانه. كنت أحب هذه الدمية جدا، ولكنني أحب صديقتي أكثر، وسأسامحك. حقا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نورة، أريدك في أمر هام، تفضلي. يا إلهي، إنها نفس الدمية. ما الأمر؟ حطمت دمية حنان دون قصد، وقد اشترى لي فواز دمية تشبهها. هل أنفقت المال الذي ادخرته لشراء حذاء رياضي جديد؟ نعم يا أمي، ما الأهم، حذاء جديد أم سعادة أختي وإنقاذ صداقتها بحنان؟ بارك الله فيك يا فواز، تضحي بسعادتك من أجل شقيقتك. شكراً يا أخي، وأعدك أن عيديني فقط أن تخبري حنان بما حدث، وتعتذري لها، وأن تحافظي على الدمية وعلى صداقتك بحنان. لقد أخبرتها وسامحتني، والآن ستكون سعيدة أكثر. بما أن الأستاذ لم يحضر لظرف طارئ، ما رأيكم أن نقوم بالرسم؟ فكرة جيدة. إذن لنبدأ مسابقة الرسم عن أهمية الصدق. من الآن وحتى نهاية الحصة أريد منكم أن تبدعوا. خالد، أعطني رسمتك لأسلمها لك في طريقي. بعد أن شاهدت جميع الرسوم،
لدينا الآن أفضل رسمة لهذا اليوم. المركز الأول، رسمة أكثر من رائعة وحقا تستحق المركز الأول. الطالب سامي. ماذا سامي؟ كيف لا أصدق؟ هل ستقبل بهذا يا سامي؟ لقد سرقت مجهود زميلك. أنا آسف، لا أستحق هذه الجائزة. لا أفهم، ماذا تعني؟ لقد كتبت اسمي على لوحة خالد لأنني لم أستطع أن أرسم شيئاً. المعذرة أيها الطلاب، قام سامي نتيجة لاستعجاله بكتابة اسمه فوق لوحة خالد، إذن تصبح الجائزة من نصيب خالد. اعترافك بالخطأ بحد ذاته شجاعة منك، وأشكرك على ذلك يا سامي، لكن سوف يكون هناك حديث بيني وبينك فيما بعد. والآن أين هي رسمتك؟ رسمتي تستحق جائزة خاصة. أتمنى أن تكونوا قد استعددتم جيداً للامتحان. سأعرف من إجاباتكم من ذاكر بجد واجتهاد ومن لم يهتم، وأتمنى لكم التوفيق جميعاً. ذاكرت المادة جيداً ومتحمس للاختبار. أجبت على كل الأسئلة ولكني نسيت إجابة السؤال الخامس، رغم أني متأكد أنني ذاكرت هذا الموضوع. من الجيد أنني أحضرت قلماً آخر. لا، لن أنظر لإجابة فواز. خالد، أريد أن أسألك سؤالاً. تفضل يا أستاذ. كنت تجلس بجوار فواز ولاحظت أنك كنت مستاءً، ويبدو أنك تعثرت في الإجابة، ولكن بالرغم من ذلك لم تنظر لورقة زميلك. ولماذا أنظر لها؟ لترى الإجابة التي لا تعرفها. وكيف أسمح لنفسي بالغش وسرقة مجهود زميلي؟ ولكن فواز كان مشغولاً بأمر آخر ولم يكن يراك. ولكن الله جل وعلا يراني ولن أفعل ما يغضبه عز وجل. أحسنت يا خالد، بسبب إجابتك هذه ولنزاهتك سأمنحك الدرجة الكاملة في الاختبار، وأرجو أن يتعلم كل زملائك مما فعلت. البالغة الكبيرة الحجم يحتوي على أكثر من 100,000 وحدة. انتهى وقت مشاهدة التلفاز، والآن جاء وقت المساعدة في ترتيب المنزل. أشعر بالنشاط بعد تناول كأس الحليب هذا. ترتيب غرفتي سيحتاج لمجهود كبير، فأنا لم أرتبها منذ أيام. فواز، هل يمكن أن أطلب منك طلباً؟ بالطبع. طالما تشعر بالنشاط، هل يمكن أن تساعدني في ترتيب غرفتي؟ وماذا عن غرفتي أنا؟ أعدك أن أساعدك في ترتيب غرفتك، ولكن إذا ساعدتني أنت أولاً. اتفقنا. وها قد انتهينا. شكراً يا فواز، بدون مساعدتك لم أكن لأرتب الغرفة بهذه السرعة.
يمكننا أن نرتاح قليلاً قبل أن ننطلق في مهمة ترتيب غرفتي. أوه. فكرة رائعة. أوه. يستهلك ما معدله 16,000 وحدة حرارية في اليوم. سأنطلق لإنهاء بعض الأعمال، هل تريدون شيئاً؟ انتظر يا أبي، هل يمكن أن تصحبني معك لأزور صديقتي حنان؟ ولكن ألم تطلب منك والدتك ترتيب غرفتك؟ لقد انتهيت من ترتيبها بالفعل. ألم تعديني أنك ستساعدينني في ترتيب غرفتي كما ساعدتك؟ فلنؤجلها للمرة القادمة، أريد اليوم أن ألعب مع حنان. ولكنك بهذا تخلفين وعدك. فواز معه حق يا نورة، سمعتك وأنت تعدينه، والآن أسمعك وأنت تخلفين وعدك. لم أخلف وعدي يا أمي، فقد أقول أنني لن أساعده اليوم، سأساعده مرة أخرى. ولكن وعدك كان أن تساعديه اليوم إذا ساعدك هو، وقد التزم فواز بما اتفقتما عليه، بينما أخلفت أنت وعدك. لقد أخطأت يا نورة، وطالما وعدت وعداً فلا بد أن تنفذيه، وعندما أعود من العمل سأرى هل أوفيت بوعدك لأخيك أم لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. آسفة يا فواز، لم أكن أقصد أن أخلف وعدي معك. هل نبدأ إذن في ترتيب الغرفة؟ نعم، هيا بنا. إنها حنان يا نورة، وهي تستأذن لتأتي لزيارتك بعد ساعة من الآن. عظيم، موافقة بالطبع. نورة، لا تقلق، لقد تناولت العصير أنا أيضا وأشعر بالنشاط، وخلال هذه الساعة سنكون قد انتهينا بإذن الله من ترتيب غرفتك. هيا حتى لا نضيع الوقت. سامي، طلب مني الأستاذ صالح أمامكم جميعاً أن أراقب الفصل حتى يعود، فلا داعي لهذه الفوضى. أين هي هذه الفوضى؟ أنا أله قليلاً مع بدر. وها هو الحارس الرائع يمسك بالكرة. فواز محق يا سامي، التزم بالجلوس في مقعدك. لا، لن أجلس ولن أسمح لأحد أن يتحدث معي بهذه الطريقة. أنا حر في فعل ما أريد طالما لا يوجد مدرس في الفصل، أليس كذلك يا بدر؟ بالطبع يا صديقي، بالطبع، ولكنني المسؤول الآن وأقوم بدور المدرس لأن الأستاذ صالح كلفني بذلك. إذن فبما أنك المدرس فلا أعتقد أنك تحتاج لحقيبة الطالب. نعم، وأنا أريد هذه الحقيبة. ولكنك بالتأكيد لا تريد ما بداخلها، فهي تخص طالباً لا يوجد في الفصل الآن. توقف عما تفعله يا سامي. أنا أريد أن أسعد صديقي بدر، فهذه الحقيبة تعجبه. ولكن هذه التصرفات لا تعجبني. لقد عدت بسرعة يا أستاذ. أغلق حقيبة فواز وأعدها مكانها. شكرا لك يا فواز لأنك حاولت أن تحافظ على النظام. أما أنت يا سامي وأنت يا بدر، هل ستعاقبنا؟ نعم، سأعاقبكما لأنكما لم تلتزما بالأدب مع الآخرين. أعدك يا أستاذ صالح بالتأدب من الآن فصاعدا. وهناك أمر آخر ينبغي أن تفعلانه، هل تعرف ما هو يا سامي؟ يجب أن أعتذر لفواز. أنا آسف، كنت فقط أمزح معك. هل ستقبل اعتذار صديقك يا فواز؟ بالطبع، إذا وعدني هو أيضاً كما فعل بدر بألا يكرر ما فعله. أعدك. وها قد تعلمنا درساً جديداً.
من لا يتأدب مع الناس يخسر محبتهم، وإذا أخطأ أحدنا في حق أحد فواجب عليه أن يتوقف عما يفعل وأن يعتذر عن إساءته، ولأنكما وعدتما بعدم تكرار ذلك فلن أعاقبكما. أنا أنتظر اليوم الوطني كل عام بفارغ الصبر. وأنا أيضاً أشعر بالسعادة والفخر عندما أحتفل مع الجميع باليوم الوطني. أخبرني يا خالد، ما رأيك أن نتجه أولاً إلى الشارع حريق! أنقذوني! أنقذوني! حريق! ما هذا الصوت؟ يا إلهي! إنه المستشفى! وهناك رجل في خطر! انتظر، ولكن أولاً يجب أن نتصل بقوات الدفاع المدني. أنقذوني! أرجوكم! أرجوكم أسرعوا، مستشفى الحي يحترق. حريق! حريق! أنقذوني! أنقذوني! أيها الطبيب! أيها الطبيب! هل أنت بخير؟ أنا هنا وحدي، وجوالي في الأسفل، وكل الهواتف تعطلت بسبب الحريق. ساعدني! ساعدني! أرجوك يا بني! أبي، حمدا لله على وجودك معنا. وصلت للتو، فوجدت خالد يطلب مني مطفأة السيارة، فأحضرت مطفأة أخرى وقررت الانضمام إليكم للمساعدة. وأنا اتصلت بقوات الدفاع المدني. أحسنت يا فواز، سيصلون سريعا بإذن الله. يجب أن نمنع النيران من الوصول إلى الحديقة. الدخان كثيف هناك، من المؤكد أن الحريق قد نشب في غرفة مولد الكهرباء. اطمئن أيها الطبيب، نحن معك. شكرا جزيلا لكم، إن إبلاغكم السريع عن الحادث ساهم جدا في تقليل الخسائر. هذان الطفلان الشجاعان يستحقان شكرا خاصا. يؤسفني أن اتسخت الملابس التي كنتما تستعدان لحضور الاحتفال بها. نحن لا نشعر بالأسف إطلاقا، بالعكس نشعر بالفخر، أليس كذلك يا فواز؟ بالطبع، فحب الوطن ليس مجرد احتفال، وما فعلناه من إنقاذ مستوصف الحي هو أمر بالغ الأهمية. أصبتما، الوطن يحتاج لعطائنا أكثر من احتفالاتنا. ما رأيكم في التقاط صورة مع أبطال الدفاع المدني أمام سيارة الإطفاء؟ ستكون ذكرى لطيفة في اليوم الوطني. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضلوا يا أولادي. هذه الفطائر خبزتها بنفسي قبل قليل، أنصحكم بشرائها. شكرا جزيلا لك، إنك رجل طيب. ومن قال أننا نريد فطائر قمت أنت بخبزها؟ هذا رجل كبير، لا يجوز أن تتحدث بهذا الشكل معه. هيا أحضر لي هذا النوع. حسنا يا ولدي.
تذكرت، لقد جربت هذا البسكويت سابقا ولم يعجبني، لا أريده. سامي أرجوك عامله باحترام، إنه رجل كبير. إن كانت طريقتي لا تعجبك فلا تأتي معي مرة أخرى. سامي انظر لهذا الرجل الطيب، إنه في عمر جدك الذي تحبه، ولا طالما تكلمت عنه كثيرا. ألا يستحق هذا الرجل الطيب الاحترام الذي هو من صفاتنا الحميدة والتي درسناها وتربينا عليها؟ الحقيقة أنني أسأت إليك، أنا آسف، أنت بالفعل رجل طيب، لك مني كل الاحترام. لقد قبلت أسفك، فأنت في عمر أحفادي، بارك الله فيكم جميعا يا أولادي. واو، إنها حقا ساعة ثمينة. لقد وافق أبي أن يعيرني إياها بعد محاولات كثيرة لإقناعه. جميلة، يجب أن تحافظ عليها، فهي الآن أمانة في يدك، وأنا واثق بأنك ستحافظ عليها بإذن الله. بالتأكيد سوف أحافظ عليها. يا إلهي، مصيبة! ماذا حدث؟ اختفت الساعة، يا إلهي، أين الساعة؟ ونحن نلعب، شاهدت عامل النظافة راضي يحوم حول الملعب بشكل غريب، أعتقد أنه كان ينتظر انشغالنا ليسرق الساعة. إن كان هو من فعلها، فسوف يكون حسابه عسيراً. سأذهب لأبلغ عنه الإدارة. انتظر يا بدر، لا تتعجل في حكمك، أبلغهم فقط أنك فقدت ساعتك. هيا يا أبنائي، لقد انتهى اليوم الدراسي. أم أنكم تريدون البقاء في المدرسة حتى الغد؟ لقد فقد بدر ساعة والده أثناء حصة الرياضة. هذا هو العامل الذي قام بسرقتها. أستاذ، قم بتفتيشه. ما هي مواصفات الساعة يا بدر؟ إنها فضية اللون وبها عقارب ذهبية. هذه هي إذن؟ نعم، إنها هي. لقد وجدها راضي على الأرض، وجاء لي فورا لأبحث عن صاحبها، ضاربا أروع الأمثلة بالأمانة. هذا ما توقعته، لأجل ذلك قلت لا تتعجل يا بدر في حكمك على الآخرين. حسنا يا بدر، أعتقد أنك تعرف جيدا ما يجب عليك أن تفعله الآن. شكرا لك على أمانتك، وأعتذر لك عن سوء ظني بك. أحسنت يا فواز، كما عهدتك دائما. وأنا أيضا أريد الاعتذار، لأنني من اتهمتك في البداية. وستكرم إدارة المدرسة راضي غدا على حسن عمله وأمانته. نورا، هيا استيقظي يا صغيرتي لتقومي بحل واجباتك، ولا تنسي أن تطفئي جهاز التكييف. حسنا يا أمي. سأذهب في زيارة لجارتنا حيث أنها مريضة، وسأعود سريعا. لو أغلقت جهاز التكييف سيصبح الجو حارا مرة أخرى. سأتركه يعمل ليحافظ على الغرفة باردة. أشعر بالعطش الشديد. متعة شرب الماء البارد لا تقل عن متعة الجلوس في هواء التكييف البارد أو هواء الثلاجة الأبرد. والآن
الجو مناسب لحل الواجب. هل انتهيت يا نورة؟ قربت على الانتهاء. نورة، لماذا تعمل كل أجهزة التكييف؟ كنت فقط أشعر بارد برد، ولكن هل بقيت نائما حتى أتى فصل الشتاء؟ ها؟ يا إلهي، ما هذا؟ ما الذي حدث؟ لقد انقطع التيار الكهربائي. يجب أن أقوم بالاتصال بأبي. سيصبح الجو حارا. لحسن الحظ أنني قمت بتشغيل جميع أجهزة التكييف في المنزل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الكهرباء مقطوعة؟ نعم. غريبة، لقد وجدت باب الثلاجة مفتوحا. لقد قامت نورة بتشغيل كل أجهزة التكييف في نفس الوقت، ويبدو أن هذا قد سبب ضغطا على العداد فانقطع التيار. أظن أن هذا يفسر مسبقا المبلغ الضخم الذي سندفعه جميعا هذا الشهر في فاتورة الكهرباء. لم أكن أتوقع أن الأمر سينتهي بكل هذه المشاكل، وأنني سأدفع من مصروفي لسداد فاتورة الكهرباء. أعتقد أنك عرفت الآن، ومن الآن فصاعدا ستساعدين على الترشيد في استخدام جميع الأجهزة الكهربائية. آسفة يا أبي، وأعدك ألا أكرر ما فعلت، ولكن لي طلب صغير. وما هو؟ أن تشتري لي مروحة يدوية صغيرة حتى أقاوم بها حرارة الجو. هل يجب أن تفعلي ذلك كل يوم يا جدتي؟ هذا يعتمد على الطقس، فإذا كان الطقس سيئاً فإن القطيع لا يخرج، ونقوم فقط بتنظيف المراح. إنه عمل شاق، أنت تخرجين مع الأغنام وجدي ينظف حظيرتهم؟ عندما يصبح لديك حيوان أليف وتصبحين مسؤولة عنه، ستشعرين بالسعادة وأنت تقومين برعايته. وهل تشعر الحيوانات بهذه الرعاية؟ بالطبع يا صغيرتي، فهم أرواح تتألم مثلنا وتشعر بكل ما نشعر به، كالسعادة والحزن والخوف والأمان. عودي إلى القطيع، هيا هيا، عودي عودي. نورة، ليس هكذا يا صغيرتي. سوف تهرب يا جدتي. راقبي ما سوف أفعله. تعالي يا نعجتي الصغيرة. يا إلهي، كم هو شعور رائع. يجب أن لا نقسو على الحيوانات وأن نعاملها بالرحمة والرفق. كانت الشمس حارقة في ذلك اليوم، لاحظت أن بعض العمال أصابهم التعب نتيجة الحر الشديد، لذلك طلبت منهم أن يأخذوا قسطاً من الراحة حتى تخف الشمس، فسلامة فريقي مهمة جداً عندي. هذا ما كنت أحدثك عنه بالصباح، مثال آخر للرحمة، ولكنها هنا رحمة الإنسان بأخيه الإنسان. هذا أيضاً مثال آخر، اسمه رحمة نورة بأخيها الصغير. وأحاط بي الأشرار، فأخرجت أقوى سلاح لدي. بو!
ما هذا السلوك؟ لماذا تلقي بغلاف البسكويت على الأرض؟ أنتما غاضبان لأنني ألقيت غلافاً صغيراً؟ بل لأنك ألقيت بمهملات على الأرض. دورنا أن نحافظ على نظافة المدرسة. خلف تلك الشجرة توجد عشرات الأكياس التي رميت بها منذ زمن ولم ينتبه عامل النظافة لوجودها. أود أن أخبركم أن عامل النظافة الذي يعمل في المدرسة أصابته وعكة صحية ومنحناه إجازة اليوم، ولأنه من أهم الأشخاص الموجودين في المدرسة ودوره مهم جدا، فقد قررت أن أعطيكم فرصة لتساعدوه. ماذا؟ عمل رائع يا أولاد. أخبروني، هل شعرتم الآن بمدى أهمية نظافة المدرسة؟ نعم، وعرفنا أنه لا يمكن لنا أن نستغني عن جهود عامل النظافة التي تجعل حياتنا أفضل. رائع. أين سامي يا ترى؟ إنه يقوم بتصحيح أخطائه التي فعلها في الماضي. ليتني كنت أرمي القمامة في سلة المهملات أولا بأول. أنا المخطئ. أريد أن أعطيكم بعض الأشياء. أية أشياء يا أبي؟ تعالوا معي. سلمت يداك يا أبي، ما زلت ماهرا في صناعة السلال والحصر يدويا. هل صنعتها كلها وحدك يا جدي؟ نعم، وهي هدية مني لكم. كنت طوال هذه الفترة تقوم بهذا العمل؟ ألم تتعب؟ الإنسان إذا أحب عمله أتقنه بلا تعب ولا ملل. إنها جميلة جدا ومتقنة الصنع. بفضل حبي لهذا العمل والمداومة عليه أصبح الإنتاج بهذه الجودة. شكرا لهديتك يا أبي. كلنا فرحون بهذه الهدية، ولكن أعتقد أن أكثرنا فرحا بها هو الصغير ياسر. لقد قرر أن يستعمل إحدى السلال كسرير جديد. المملكة العربية السعودية. أبي، أعتقد أن هذا المكان مناسب للتخييم. سوف نذهب إلى مكان رائع على الجانب الآخر من هذه الجبال. في هذا الكتاب العديد من الأفكار الرائعة والمثيرة التي يمكننا القيام بها في هذا المخيم. حسناً، سوف تكون نورة المسؤولة عن الترفيه في هذه الرحلة، ما رأيكم؟ شكراً على ثقتكم، أعدكم بقضاء أجمل الأوقات في هذه الرحلة. أبي، كيف حالك؟ ماذا؟ حسناً، سوف نأتي حالا. قبل كل شيء سوف نبدأ بال... عذرا يا نورة، سوف نذهب للقرية فورا، جدتكم مريضة. جدتي؟ هم.
الحرارة مرتفعة قليلا. نعم أشعر بذلك، يجب أن نتصرف حالا. سوف أقوم بتحضير كمادات الماء البارد لنضعها على جبينها. سوف أقوم بتدليك أطرافها حتى ننشط دورتها الدموية. سأساعدك يا أبي. جدتي؟ حمدا لله على سلامتك يا أغلى الناس. كنا في شدة القلق. الحمد لله أنا بخير الآن، يكفي شعوري بكل هذا الحب منكم. بعد شفاء جدتي شعرت بإحساس جميل لا يوصف. سوف أقوم بتأليف كتاب عن البر ودوره المهم في إطفاء الحب والسعادة على حياتنا. سمكتي الصغيرة جميلة مثيرة تعوم في الماء. لا 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 لا. هل كنت تبكين؟ نعم، لقد كسر فواز حوض السمكة. لم يقصد فواز، وها هو الآن يعتذر منك. أعتذر منك يا نورة. ما كل هذا الغضب والإعراض يا نورة؟ لقد اعتذر منك فواز، والاعتذار يقابل بالتسامح والصفح. ولكن تخطئين يا نورة إذ تبحثين عن أقل الأسباب كي تغضبي وتعرضي عن الصفح والتسامح التي هي من أنبل الصفات وأجملها. حسناً يا فواز، أنا أسامحك وأعتذر كذلك عن حدة غضبي، وأشكرك يا جدي على توجيهك لي أيضاً. هيا لنذهب جميعاً ونشتري سمكة عوضاً عن التي ماتت مكافأة لنورة لأنها سامحت فواز. سمكة. هي من نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها، بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وننتظر منكم إعجابا وتعليقا لتشجيعنا. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته ليستفيد كل من تعرفون.